بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة مواصلة لحديثنا السابق عن أحكام المواريث. قد انتهى بنا الحديث إلى موضوع ميراث الجدة والجد، فليكن ذلك موضوعنا الآن، فنقول وبالله التوفيق. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الله تعالى ذكر حكم ميراث الأبوين ولم يذكر الجدة ولا الجدة. فأما الجدة فقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنه ليس لها في كتاب الله شيء. قد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، وأن فرضها إنما ثبت بالسنة. وقيل إن السدس طعمة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدة وليس بفرض، كذا روي عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب. قد روي عن ابن عباس من وجوه فيها ضعف: أنها بمنزلة الأم، عند فقد الأم ترث ميراث الأم، فترث الثلث تارة والسدس أخرى، وهذا شذوذ، ولا يصح إلحاق الجدة بالجد، لأن الجد عصبة يدلي بعصبة، والجدة ذات فرض تدلي بذات فرض فضعفت. وقد قيل إنها ليس لها فرض بالكلية، وإنما السدس طعمة أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت طائفة ممن يرى الرد على ذوي الفروض: إنه لا يرد على الجدة لضعف فرضها، وهو رواية عن أحمد. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة. ودليل توريث الجدة السدس حديث قبيصة ابن أبي ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود. فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة للسدس إذا كانت واحدة، فإن كثر عدد الجدات وتساوين في الدرجة اشتركن في السدس، على خلاف بين العلماء في حد العدد الذي يشترك من الجدات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجدة: هي كما قال الصديق، ليس لها في كتاب الله شيء، فإن الأمة المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنيا، فالجدة وإن سميت أما لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض، وإن أدخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فثبت ميراثها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه لفظ عام في الجدات، بل وردت الجدة التي سألته. فلما جاءت الثانية أبا بكر جعلها شريكة الأولى في السدس، انتهى. وللعلماء خلاف في عدد الجدات اللاتي يشتركن في السدس إذا اجتمعن،
والصحيح أنه يرث جنس الجدات المدليات بوارث إذا استوت درجتهن، فكل جدة أدلت بأب وارث فهي وارثة ولو كثر عددهن على الصحيح، والله أعلم. وأما الجد اتفق العلماء على أنه يقوم مقام الأب في أحواله المذكورة من قبل، فيرث مع الولد السدس بالفرض، ومع عدم الولد يرث بالتعصيب، وإن بقي شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب أيضا، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ويختلف الجد عن الأب في مسألتين: الأولى على الصحيح أن الجد لا يمنع الأمة من أخذ الثلث كاملا في المسألتين العمريتين كما يمنعها الأب فيهما، بل تأخذ معه الثلث كاملا في هاتين المسألتين، وهو الذي عليه جمهور العلماء. والمسألة الثانية أنه يختلف الجد عن الأب إذا كان معه إخوة لغير أم، فإن الأب يسقط الإخوة بالإجماع. وأما الجد فقد اختلف العلماء فيه هل يسقطهم أو لا على قولين للعلماء، فمنهم من أسقط الإخوة بالجد مطلقا كما أسقطوهم بالأب، وهذا قول الصديق رضي الله عنه ومعاذ وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. استدلوا بأن الجد أب في كتاب الله عز وجل، فيدخل في مسمى الأب في المواريث، كما أن ولد الولد ولد ويدخل في مسمى الولد عند عدم الولد بالاتفاق. واستدلوا أيضا بأن الإخوة لا يرثون إلا في مسألة الكلالة، ومع وجود الجد لا تكون المسألة مسألة الكلالة. واحتجوا أيضا بأن الجد أقوى من الإخوة لأنه يرث بالفرض والتعصيب كالأب، وأما الإخوة فإنما يرثون بالتعصيب فقط، وحينئذ يدخل الجد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر، فيسقط الإخوة لأنه أولى منهم. ومن العلماء من شرك بين الإخوة والجد، وهو قول كثير من الصحابة وكثير من الفقهاء، واختلف هؤلاء في كيفية التشريك بينهم في الميراث على أقوال مبسوطة في كتب هذا الفن. ومن السلف من يتوقف في هذه المسألة لخطورتها واشتباه الأمر فيها، والذين شركوا الإخوة مع الجد يقولون: إن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب، فلا يسقطون في هذه المسألة إلا بنص أو إجماع أو قياس، ولا شيء من ذلك موجود. ويقولون إن الإخوة ساووا الجد في سبب الاستحقاق، فيتساوون في الاستحقاق، لأن الجد يدلي إلى الميت بالأب، والإخوة يدلون إليه بالأب كذلك، فالجد أبو أبي الميت، والأخ ابن أبي الميت، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما تكون أقوى منها، لأن الابن يسقط تعصيب الأب ولا عكس. ولهم استدلالات كثيرة، ولكن كثيرا من الأئمة المحققين رجحوا القول الأول، وهو سقوط الإخوة بالجد، والله أعلم بالصواب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، نواصل الحديث في موضوع آخر إن شاء الله من مواضيع علم المواريث، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.